اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم ومساءكم دوما. حلقه جديده تاتي حضراتكم كالمعتاد من الحقيقه، سنسلط خلالها الضوء على تطورات مختلفه جرت على مدار هذا اليوم، وكذلك الفقره الحواريه الرئيسيه في مسائيه هذه الليله ستكون مرتبطه بمجلس النواب الذي سينعقد مطلع العام المقبل باذن الله. الحديث عن التركيبه او التوليفه والفسيفساء السياسيه والحزبيه الجديده التي حظي بها هذا البرلمان او هذا المجلس تحديدا، في ضوء ان البرلمان سيكون مشكل من غرفتين للمرة الأولى منذ أكثر من 7 أو 8 سنوات متصلة. سنتحدث مع ضيفنا الدكتور أيمن أبو العلا في هذا النقاش. أما البداية فكالمعتاد ستكون مع وقفة لأهم الأخبار التي كانت على مدار ساعات هذا اليوم، بدايتها باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية، كان ذلك بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وكذلك الحديث الذي كان مرتبطا بالرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر في هذا اللقاء الذي تناول استعراض التعاون المشترك مع المجموعة العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اليوم أيضا اجتمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكذلك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، حيث تناول اللقاء متابعة المشروعات القومية المتصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيك ريد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة فودافون العالمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون المشترك مع مجموعة فودافون العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد أوضح السيد الرئيس حرص الدولة على التعاون المثمر والبناء مع الشركات العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر، ومن ضمن ذلك تعزيز استثمارات مجموعة فودافون العالمية في مصر ودعم التعاون معها في ضوء الخبرات الكبيرة للمجموعة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والاعتماد على النظم التكنولوجية الحديثة في إدارة المنشآت والمدن الجديدة، والتي تمثل ركناً أساسياً في إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة في مصر. من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية أن ما تشهده مصر من عملية تنمية شاملة ومشروعات قومية عملاقة في جميع المجالات انعكس بشكل واضح على مناخ وفرص الاستثمار في مصر على نحو يشجع فودافون على التوسع في أنشطتها في مصر. كما أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة فودافون العالمية أن المسار المتوازن والحكيم الذي انتهجته مصر للتعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل لافت في الحفاظ على النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي بالدولة وتحقيق معدلات نمو إيجابية بخلاف معظم الدول على مستوى العالم بما فيها الدول الكبرى، مضيفاً أن فودافون سوف تستشرف فرص إجراء تجربة تشغيلية للجيل الخامس 5G من شبكات المحمول بالعاصمة الإدارية الجديدة نظراً للبنية التحتية الحديثة بها، وكذلك لاستضافتها جامعة مصر المعلوماتية التي تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع مجموعة فودافون وزيادة استثماراتها في قطاع الاتصالات في مصر، خاصة في ظل الفرص الضخمة التي يوفرها السوق المصري، وكذلك في ظل المبادرات المتعددة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة بهدف تحقيق نقلة نوعية في المجتمع عبر توطين التكنولوجيا والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات وكذلك البنية التحتية الحديثة التي باتت تتمتع بها مصر. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة،
لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي جنباً إلى جنب مع تدريب الكوادر البشرية على المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق الشمول الرقمي ويرسخ قواعد الاقتصاد الرقمي. ذكر المتحدث الرسمي أن السيد وزير الاتصالات أعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الوزارة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي شملت إعداد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للمساهمة في رفع مستوى أداء الخدمات الحكومية، وكذا التوسع في إعداد الكوادر البشرية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المهارات الرقمية، وجهود تصنيع أجهزة الحاسب المدرسي، وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز محور بناء الإنسان المصري. كما اطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على المحاور التنفيذية لمبادرتي مصر الرقمية ومستقبلنا الرقمي، فضلاً عن جهود تطوير بنية الإنترنت لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، إلى جانب مستجدات رفع كفاءة مكاتب البريد التي شهدت تطوير عدد 1600 مكتب على مستوى الجمهورية. كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم واحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمي وتنمية المهارات والقدرات الرقمية في الدولة، وكذا لاستضافتها جامعة مصر المعلوماتية التي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة، إلى جانب توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، مضيفاً في هذا الإطار أن مصر تقدمت في الترتيب العالمي في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي خلال العام الحالي من المركز 111 إلى المركز 56 على مستوى العالم، نتيجة الجهود الحكومية الكبيرة والمبادرات المتعددة في مجال التكنولوجيا والرقمنة. في شأن رئاسي آخر، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الدفاع الكويتي السابق ونجل أمير الكويت الراحل والذي وافته المنية. حكوميا، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعه برئاسة وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار على تخصيص 50 قطعة أرض في 16 مدينة جديدة بأنشطة متنوعة في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية ودفع عجلة الاستثمار في المدن الجديدة المختلفة والرغبة في توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات التي سيتم إنشاؤها والعمل بها في هذه المدن. عبر الهاتف ينضم إلينا المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. باشمهندس عمرو، أهلا وسهلا بحضرتك. تفاصيل هذا الطرح الجديد أو توقيت الطرح باعتبار أن التخصيص تم الموافقة أو اعتماده اليوم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هو طبعا زي ما حضرتك عارف وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتطرح باستمرار أراضي قطع أراضي الخدمات بالمدن الجديدة لدفع عجل استثمار وتوفير فرص عمل، وطبعا ده يعني في إطار خطة الدولة في توسيع النشاط الأنشطة في المدن الجديدة. فكان قرار المجلس الإدارة برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بطرح 50 قطعة أرض تقريبا بحوالي 16 مدينة جديدة وأنشطة متنوعة ما بين نشاط رياضي او مصانع او ورش او انشطه عمرانيه متكامله او جامعات او انشطه تعليميه زي مدارس وجامعات مختلفه المراحل، وفي نفس الوقت برضو تخصيص انشطه خدميه زي محطات الوقود السيارات والمصانع الصغيره والمشروعات الزراعيه المختلفه بمختلف انواعها بمختلف الانشطه السكنيه في المدن، وطبعا على واهمها طبعا الأنشطة اللوجستية اللي بتربط بين المدن وبتربط بين الخدمات وتوفر خدمات للصناعات اللي موجودة والأنشطة الزراعية اللي موجودة. فكان القرار على يعني تفاصيل القرار كان في طرح لبعض المدن لبعض الأراضي في مدينة العاشر من رمضان، حضرتك عارف مدينة العاشر من رمضان من أكبر المدن الزراعية الموجودة في مصر، وبرضه بعض الأنشطة الزراعية
في مدينه بدر، وبرضه انشطه تعليميه حصلت في مدينه العلمين الجديده. باشمهندس، هو قرار التخصيص او الموافقه على التخصيص في اجتماع اليوم معناه ان الطرح بشكل تلقائي بدا، ولا الطرح سيتم في خطوه لاحقه؟ بص حضرتك، هو في اليه وضعها هيئه المجتمعات العموميه الجديده للانشطه دي. اللي بيتقدم للنشاط بيتقدم على الموقع الالكتروني، الدوابه الالكترونيه اللي اطلقتها الهيئه من حوالي، يمكن بنتكلم في حوالي سنه دلوقتي. نعم. وحققت نجاح كبير. بيطرح قطع الاراضي والانشطه والاستخدامات طبقا للمخطط الاستراتيجي والمخطط العام لكل مدينه. اي مستثمر او راغب في النشاط او راغب في حجز القطع بيتقدم على قطعه الارض بالنشاط العمراني المحدد طبقا للمخطط، وبيتم عرضها على الموقع الالكتروني، وبالتالي بتخش مجلس الاداره. بمجرد موافقه مجلس الاداره على الطرح وعلى النشاط بيتم اعلام طبعا المتقدمين للانشطه، وبالتالي بيكون في عمليه من التنظيميه من الاليه. اقرب الاليه اقرب لان تكون ممارسه عامه كمزايده مثلا، ولا طبيعه التقدم بيجعل من هذه الاليه مختلفه عن ما اذا كانت مزايده يا باشمهندس؟ هي اليه عقاريه بتنظم الموضوع، وفي نفس الوقت بتجعل نوع من المنافسه ما بين المتقدمين، بحيث انه يكون في نوع من الدفع عجل الاستثمار، مش مجرد قطعه ارض وحد واخذها وسابها يعني بدون النشاط. لا، هو اللي بيتقدم بيكون فعلا بيقدم دراسه كامله، وبيكون قدم دراسه جدوى للمشروع، وبيكون في اكثر من متقدم، فبالتالي بيكون نوع من المنافسه، وفي نفس الوقت بيبقى الاطمئنان ان المدينه فعلا يتم تنميتها باسرع منه. الأنشطة ستختلف من مدينة إلى أخرى أو من قطعة أرض إلى أخرى، ولا طبيعة الأنشطة قد تكون واحدة تشمل هذه المدن بالكامل؟ طبيعة كل مدينة يعني هي اللي تحدد الأنشطة. يعني عندنا مثلا الأنشطة التعليمية المشتهرة بها مدينة العلمين الجديدة، والأنشطة الزراعية والصناعية. عندنا مدينة العاشر من رمضان و6 أكتوبر مدن صناعية من الدرجة الأولى. عندنا مدن زي السادات ومدن الصعيد عندنا أنشطة زراعية موجودة، بالإضافة لبعض الأنشطة الصغيرة زي المدارس، زي وحدات الوقود، زي محطات الوقود، زي الانشطه التجاريه والاداريه والميني مولز والاماكن الانشطه التجاريه الصغيره. فبالتالي في انشطه عامه موجوده في كل المدن، زي الانشطه الصغيره زي المراكز التجاريه الصغيره والانشطه التعليميه زي المدارس والحضانات وخلافه. وفي انشطه بتتميز زي طبع المدينه نفسه، زي الانشطه التعليميه والصناعيه والزراعيه الكبرى اللي موجوده في المدن المختلفه اللي تم ذكرها في الخبر. لكن لو كان الامر مرتبط مثلا برغبه من مستثمر في ان يقدم طلب للحصول على قطعه ارض لبناء مشروع سكني خاص، هذه ليست من ضمن المشروعات المحدده ضمن الطرح المقدم اليوم. ضمن هذا القرار طبعا لا، ما فيش حاجه زي كده. لكن طبعا دي اليه موجوده في هيئه المجتمعات، وبيبقى اي مستثمر راغب في انشاء مجتمع سكني عمراني متكامل بيتقدم برضه لاداره الادارات المختصه في هيئه المجتمعات، وبيطلب حاجه زي كده، وبيتقدم له المقترحات الموجوده كلها، يختار ما بينها ما يتناسب مع يعني المقترح اللي هو مقدمه. في كل مره بيقدم طرح من هذا النوع بيتبادر الى الاذهان السؤال المرتبط بالمدى الزمني المحدد للمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع، وبالتالي دخول الخدمة في هذه المدن أو المجتمعات العمرانية الجديدة، هل هناك إطار عام حاكم على المستوى الزمني لهذه المشروعات؟ ده أهم سؤال حضرتك طرحته، وأنا بشكرك عليه الحقيقة، لأنه علشان نضمن استمرارية واستدامة الخدمات في المدن الجديدة لازم يكون في إطار زمني حاكم. فكل قطعة وكل نشاط متحدد له في لائحة هيئة المجتمعات العمرانية المدى الزمني في إنشاء الخدمة واللي هتخدم الناس باسرع ما يمكن علشان انمي المنطقه، مش مجرد ببني وحدات سكنيه واسيبها في مكان غير مخدوم. فانا بيتم طرح الانشطه العمرانيه والسكنيه والانشطه التجاريه والصناعيه في المدن بالجوار المناطق المتخمه واللي تخدم المكان نفسه، وبيكون طبعا من ضمن الشروط الاشتراطات العقاريه طبقا لكل نشاط طبعا له مدى زمني متحدده في الكراسة الشروط قبل التقديم. المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشكر انضمام حضرتك إلينا، شكرا جزيلا. هذا الأمر إذن الذي كان مرتبط بالطبع بما تم طرحه اليوم أو الموافقة عليه من قبل رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اجتماعها، وهو وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، من 50 قطعة أرض في 16 مدينة بأنشطة متنوعة، وللراغبين كما أشار المتحدث باسم وزارة الإسكان أن يتوجهوا مباشرة إلى الموقع الإلكتروني لطرح رؤيتهم والتقدم والتعرف قبل ذلك على طبيعة الأنشطة وكذلك المدد الزمنية المحددة والاشتراطات في عمومها. في شأن آخر، وقع الأزهر الشريف ووكالة الفضاء المصرية اتفاقا من أجل التعاون العلمي خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين قطاعات الأزهر الشريف مع مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة ما يتعلق منها بجوانب علمية وتخصصية ضمن استراتيجية الأزهر الشريف في تقديم خطاب ديني وسطي مستنير، مع دعم هذه الاستراتيجية بتعاون فاعل مع مؤسسات الدولة تحقيقا لرؤية مصر الشاملة 2030.
عبر الهاتف ينضم إلينا الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك، ما هو المقصود بشراكة استراتيجية أو توأمة أو توقيع اتفاق ما بين وكالة الفضاء وبين مؤسسة الأزهر الشريف؟ أهلا بك أستاذ أحمد. الحقيقة التعاون بين وكالة الفضاء وبين جامعات وكليات الأزهر ليس هو وليد اليوم، ولكن هو كان في تعامل مسبق، ولكن ما تم اليوم هو وضع هذا التعاون في إطار بروتوكول بيحدد الخطة المستقبلية للتعاون، حيث أن لا يعتمد التعاون على اليوم أو إنما يكون في منهجية لهذا التعاون. إحنا من سنتين أو ثلاث سنين بنستقبل طلبة من جامعات الأزهر من كليات الأزهر في التدريب الصيفي اللي بتقوم بالوكالة. البروتوكول ده بيشمل أيضا بجانب هذا التعاون أن يكون في تعاون بين الوكالة وبين كليات الأزهر المعنية الهندسة والعلوم والحاسبات في تنفيذ مشروعات تتعلق بتكنولوجيا الفضاء. وزي ما حضرتك قلت ان الازهر بيواكب دايما التطورات العلميه الحديثه، فاحنا بندعم هذه المبادره بان بنقدم للعون ان هو ينفذ مشروعات في مجال تكنولوجيا الفضاء. دكتور القوصي، قد تكون الصياغه الادق لهذا الخبر هو ان جامعه الازهر هي التي وقعت، يعني مؤسسه الازهر قد تكون اشمل بكثير جامع وجامعه. في هذه المره نحن نتحدث عن الكليات المعنيه ذات الطابع النوعي داخل الجامعه بما له علاقه بوكاله الفضاء. نعم، هو التوقيع كان جامعه الازهر العريقه ومجمع البحوث الاسلاميه مع وكالة الفضاء. احنا هنقوم السنة دي ان شاء الله بان احنا ندي طلبة في جامعة الازهر مشاريع يعملوها في تختص باجزاء من القمر الصناعي. كمان في تعاون هيكون في مشاريع من النانو تكنولوجي ومن مشاريع الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات دي في اجزاء من انظمة القمر الصناعي. طيب، هي نقطة مهمة للغاية. حضرتك أشرت إلى مجمع البحوث الإسلامية أيضا كان من بين الموقعين على التعاون مع وكالة الفضاء. ما هو شكل التعاون الذي يمكن أن يكون مرعيا بين مجمع البحوث الإسلامية ذات الطابع الشرعي والفقهي الأصيل مع وكالة الفضاء المصرية؟ وكالة الفضاء لا تقدم خدماتها فقط للعلميين، ولكن نعم، إحنا بنستهدف جميع فئات المجتمع. وبالتالي فئة مهمة جدا وهي الفئة اللي مش منبروش عليها فئة تكنولوجية تقنية، في فئات المجتمع في أنواع مختلفة من الفئات. احنا بنستهدف التواصل المجتمعي بين وكالة الفضاء وبين المجتمع بحيث ان احنا نعلم ونوصل ثقافة الفضاء الى جميع فئات المجتمع. وطبعا لما نقول جميع فئات المجتمع فاحنا بنقول الفئات التي يتعامل معها مجمع البحوث الإسلامية، واحنا لهذه الفئه عندنا برامج معينه مخصصه بتوصل لهم تكنولوجيا الفضاء وثقافه الفضاء. طيب، لو امكن تسليط الضوء دكتور القوصي في هذه النقطه تحديدا، كيف يمكن تقديم خدمات نوعيه من قبل وكاله الفضاء المصريه لبعض المتعاملين مع مجمع البحوث الاسلاميه او مع غير العلميين كما استخدمت حضرتك هذا التوصيف؟ اليوم احنا دعونا، يعني قدمت الدعوه بالنيابه عن وكاله الفضاء الى الفئات اللي هي ليست علمية أن هم يأتوا إلى وكالة الفضاء في هيئة مجموعات. لما هذه المجموعات تأتي لنا في الوكالة بناخد هذه المجموعات وبنخليهم يشوفوا بعينهم ويلمسوا أولا ما هو القمر الصناعي، بيشوف قمر صناعي حقيقي شغال، بيشوف المهندسين وهم بيعملوا في المعامل، بيشوف الأماكن اللي فيها الأقمار الصناعية، بيشوف كيف يتم حاليا التعامل مع قمر صناعي موجود فعلا في الفضاء وبين وازاي بنستقبل منه الاشاره وازاي بنديله تعليمات وينفذها. كل الكلام ده احنا دعونا هذه الفئه اللي احنا بنقول عليها مش فئه علميه انها تيجي الوكاله وتشوف بنفسها، ودي هتبقى احسن طريقه ان هي تتعامل مع ثقافه وتكنولوجيا الفضاء. سؤالي الاخير لحضرتك، اذا كانت هذه الخطوه المرتبطه بالتوقيع اليوم، الخطوات التاليه او اللاحقه خلال المرحله المقبله في اشكال او صنوف هذا التعاون كيف ستكون دكتور محمد؟ احنا هنبدا تفعيل مشروعات فعليه يقوم بتنفيذها الطلبه اللي موجودين في الكليات باشراف الفنيين الموجودين في الوكاله.
شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية منضما إلينا عبر الهاتف، أشكره شكرا جزيلا. لن نبتعد عن الأزهر أيضا، حيث أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في أحدث فتوى له أن الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات المصنفة كإرهابية محرم شرعا، مستدلا على ذلك بأن الله تعالى أمر المسلمين بالاعتصام والاجتماع على كلمة واحدة، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كما نهى سبحانه وتعالى عن الفرقة والاختلاف مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. للمزيد ينضم إلينا في شأن هذه الفتوى أو الرد الفقهي المرتبط بالانضمام لهذه الجماعة، الأمر يبدو بالغ الدقة والأهمية على مستوى التوقيت وعلى مستوى الجهة مصدرت هذه الفتوى، الأستاذ عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ عمرو أهلا وسهلا بحضرتك، أي سند يسوقه الأزهر لقطع التحريم بالانضمام لمثل هذه الجماعات؟ مساء الخير على حضرتك أستاذ أحمد وعلى السادة المشاهدين. طبعا احنا بنثمن فتوى الأزهر الشريف التي دعت إلى يعني تحريم الانضمام والانتماء لجماعة الإخوان، وهي بصراحة جت في توقيت هام جدا على اعتبار ده توقيت المواجهة الفكرية اللي احنا كلنا محتاجينه دلوقتي في إطار مكافحة الإرهاب والتطرف اللي بينتشر في أنحاء العالم. وطبعا هي الفتوى تعرضت بشكل مباشر وشكل واضح للتأصيل الشرعي للمفاهيم الفكرية والمنهجية لجماعة الإخوان. يعني جماعة الإخوان انطلقوا بالدين وبالمشاعر الدينية داخل المجتمع فيما يخص فكرة الانضمام للتنظيم، رغم أن الإسلام لم يأتي بمفاهيم تدعو إلى إنشاء تنظيمات سرية أو جماعات إسلامية تدعو إلى يعني رفع أو الدعوة إلى الخلافة، خاصة أن الخلافة بحد ذاتها ليست ركنا من أركان الإسلام. يعني الإخوان حولوا الخلافة الإسلامية إلى ركن من أركان الإسلام، خاصة أن الإسلام في حد ذاته لم يسقط بسقوط الخلافة. يعني حتى الأزهر الشريف كان واضح فيما يخص فكرة يعني تحريم الانضمام للجماعة ووصفها بأنها تدعو إلى فرقة الإسلام والمسلمين وتفرقة السلم الاجتماعي والإضرار الإضرار بالسلم الاجتماعي، وهي أيضا جاءت متوافقة مع ما طرحه أو طرحته هيئة كبار العلماء بالمملكة صحيح. العربية السعودية صحيح. فيما يخص فعلا الجزء الفكري، وهي دي أخطر نقطة في مسألة المواجهة. وأنا ما فهمت من حديث حضرتك أو ما استنتجت من حديث حضرتك وأنت تشير إلى أهمية التوقيت كدلالة أن الأمر مقرون تماما بما صدر عن المملكة العربية السعودية أيضا. دي حقيقة، وخلينا أقول لحضرتك يا أستاذ أحمد أن الأزهر الشريف يعني أو الفتوى الصادرة من الأزهر الشريف لم تكن الأولى، يعني في أربعينات القرن الماضي صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف حينها، ودعت او يعني خلينا اقول لحضرتك ان الشيخ مصطفى المراغي شيخ الازهر كان اول من طالب رئيس وزراء مصر احمد ماهر باشا بمطالبه يعني رسميه ومكتوبه بحل جماعه الاخوان، وانها خرجت عن الاطار الصحيح لمفاهيم الشريعه الاسلاميه. وكذلك الامر يعني الدكتور احمد محمد شاكر وكيل الازهر الشريف كان اول من أو من أوائل من وصفوا جماعة الإخوان بأنهم خوارج العصر في الأربعينات، وأيضا الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الشريف في الستينات يعني أصدر بيان واضح للرد على أفكار سيد قطب وجماعة الإخوان من أنها خرجت عن الإطار العام الصحيح والسليم. ثم جاء على هذا يعني صار على هذا النهج أيضا الشيخ جاد الحق عندما أصدر هذا بيان للناس، يعني في بيان صدر من الأزهر الشريف في الثمانينات تحت عنوان هذا بيان للناس، وضح بشكل مفصل يعني خروج جماعة الإخوان عن المفاهيم الإسلامية الصحيحة، وأنها يعني انتهجت أو شرعنت العنف لتحقيق مآربها السياسية. كل هذه الأمور بتضعنا قدام يعني حقيقة لابد أن يواجهها المجتمع، أن يعني حرمة الانضمام للتنظيمات المتطرفة. الإسلام لم يأتي ولم ينادي بمسألة إنشاء تنظيمات سرية، ولم يدعو للانقلاب على الحكام والخروج على الأنظمة السياسية وهدم مؤسسات الدولة من أجل إقامة الخلافة، اللي هي أصلا يعني الخلافة في حد ذاتها ليست كما قلنا ليست ركنا من أركان الإسلام، لكن حسن البنا وسيد قطب
شرعانه لمسألة يعني أو اعتبار أن الخلافة جزء من الأركان الإسلامية التي قام استاذ عمرو هو نعم صحيح أن الفتوى الصادرة عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية قد تكون مرتبطة بالإجابة على استفسار محلي مرتبط بالداخل المصري، لكن يعني لطالما صنف الأزهر باعتباره منارة الإسلام السني الوسطي المعتدل لكل قاصدي هذه الوجهة من مختلف دول العالم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وبالتالي هل يمكن أن تصبغ هذه الفتوى بصبغة عالمية لا تكون فقط مقصورة على الواقع المحلي المصري؟ الأزهر الشريف هو أكبر مؤسسة دينية سنية في العالم، وفتوى الأزهر الشريف هي بتعتبر يعني بتسير على كل المنابر والمؤسسات الدينية اللي موجودة في العالم، وخروج الفتوى يعني مكتوبة من الأزهر الشريف معناها أن هناك تأصيل شرعي وفقهي لي يعني الرد على مفردات وأدبيات جماعة الإخوان. معنى ذلك أن هذه الفتوى ستعمم على كل المؤسسات الدينية الدولية التي من شأنها أن تجهز مشروع جماعة الإخوان، وبالتبعية جماعات وتنظيمات الإسلام الحركي الرذكيلي وأيضا التيارات السلفية الجهادية. الفتوى أنا أعتبرها أنها مرحلة مهمة في إطار وقف المد الإخواني والمد السلفي المتطرف في أوروبا تحديدا، خاصة أن كل التنظيمات المتطرفة والخلايا المنتشرة في أوروبا وفي المنطقة العربية خرجت في الأساس من رحم جماعة الإخوان، وأيضا يعني مسألة تغلغل الإخوان في أوروبا من خلال المراكز الإسلامية والجمعيات الإغاثية اللي أسسوها بهدف يعني السيطرة على المجتمعات الغربية وإنشاء مجتمعات موازية تحت راية الإسلام والشريعة ومشروع إقامة الخلافة. كل هذه الأمور أرى أنها سيتم إجهاضها بشكل أو بآخر عقب هذه الفتوى، لأن الفتوى واضحة وصريحة، وأظن أن يعني جماعة الإخوان انزعجت من قبل من فتوى هيئة تبرع العلماء. أرى أن جماعة الإخوان ستنزعج بشدة، وأنا أنا هذا الانزعاج سيقود إلى سؤال حول السهام التي من شأنها أن تطلق من أيدي عناصر الجماعة في الأزهر باعتبار أنه مؤسسة السلطة وأن شيوخه شيوخ السلطان، وهذه الاتهامات المعلبة التي تلقى لطالما كان الأمر ليس مرتبطا بصالح الجماعة أو بتفنيد أدبياته. هل سيكون أمرا ذا بال أن يتهم الأزهر خلال المرحلة المقبلة إذا ما اقترن الأمر أو تعلق بهذه الفتوى؟ أكيد طبعا، يعني هتجد أن اتحاد علماء المسلمين اللي هو يعني المؤسسة الملاكي اللي أنشأتها جماعة الإخوان في الخارج ل يعني مواجهة الأزهر وإنشاء كيان بيماثل الأزهر الشريف من خلال الإفتاء على مستوى العالم، هتجده يعني سيخرج أو يعني سيصدر بيان خلال الساعات. لكن هو الاتحاد أصبح يعني أصبح مصنف أكثر من أي وقت مضى، يعني لو كان قبل سنوات يطلق أمورا باعتباره يضم مجموعة من المجتهدين فالأمر الآن أصبح مرتبط بأيديولوجية معينة ينتهجها هذا الاتحاد. طبعا، لان هو الاتحاد محسوب على جماعه الاخوان صحيح. محسوب على قطر تحديدا. خليني اقول لحضرتك ان الاخوان نفسهم يعني ظلوا سنوات طويله بيبحثوا او بيحاولوا اختراق الازهر الشريف بهدف تطويعه لافكار ومشروع جماعه الاخوان، لكنهم فشلوا فشل سريع، وده عامل لهم ازمه حقيقيه في ان الازهر خرج عن سلطه جماعه الاخوان وعن ادبيات جماعه الاخوان. ومساله ان يكون في فتوى رسميه صادره من الازهر بتفند وتحرم مساله الانتماء لجماعه الاخوان وبتعتبرها جماعه ارهابيه متطرفه بتدعو الى العنف وبتشرعن العنف لخدمه ماربها السياسيه، هذا سيجهد مشروع جماعه الاخوان. والجماعه الاخوان تعلم مدى يعني قوه وتاثير الازهر الشريف في المنطقه العربيه وفي اوروبا ايضا، خاصه انه غالبية يعني دور الإفتاء اللي موجودة في العالم هي يعني قريبة أو على صلة وثيقة بالأزهر الشريف، ومن خلال يعني اتحاد دور الإفتاء العالمية. معنى ذلك أن الفتوى هتكون مؤثرة جدا، جماعة الإخوان أو سهام جماعة الإخوان هتشتغل الفترة أو الساعات المقبلة ضد الأزهر الشريف، وهيكون هناك اتهامات موجهة بأن الأزهر زي ما حضرتك ذكرت أنه هو مؤسسة يعني أو علماء السلطة كما
بيدعوا او هي دي ده المخرج اللي جماعه الاخوان دايما بتجدوا للهروب من كل من يختلف معها في التوجهات الفكريه لا سيما الدينيه. نعم. هتجد دايما اي حد بيصدر فتوى او راي او اجتهاد يخالف توجهات جماعه الاخوان بيطلق عليه ان هو من علماء. نعم. السلطه، ودي تهم معلبه وجاهزه. نعم. يعني بتصدر على طول من جماعه الاخوان ومن مؤسسات. شكرا جزيلا لك الاستاذ عمرو فاروق الباحث في شؤون الجماعات الارهابيه منضما الينا عبر الهاتف. فاصل قصير نعود من بعده لنبدا نقاشنا حول برلمان مصر المقبل الذي سيعقد مطلع العام المقبل باذن الله. كما بدأنا النقاش في حلقتنا بالأمس سنستكمله أيضا في هذه الليلة حول مجلس النواب المقبل، التشكيلة الجديدة التي يفترض فيها تمثيلا واسعا لأحزاب وكتل سياسية تمثل طيفا سياسيا واسعا. بلغ عدد الأحزاب قرابة 13 حزبا، هذا فضلا عن المستقلين. إجمالي مقاعد الحزبيين كما تحصيها الأرقام جاوزت 79.5% من تشكيلة المجلس. مقاعد حزب الأغلبية بين قوسين في المجلس الجديد سيصل التمثيل فيه إلى ما يقل عن 53%، نحو 52.8%. الأمر يشير إلى تنوع في الأفكار والرؤى كما كان الطرح الحاصل بالأمس. سنحاول طرق أبواب جديدة مرتبطة بالمشاركة الحزبية، المشاركة السياسية، التمثيل المختلف والمتباين تحت قبة البرلمان المقبل مع ضيفنا الدكتور أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب. أهلا وسهلا. حياتي حضرتك فن. أهلا وسهلا. فكرة تمثيل الطيف السياسي الواسع لماذا يحتفى بها وينظر إليها على أنها مكرمة جيدة في الحياة النيابية المصرية؟ هو الحقيقة الفكرة ابتدت من أول القائمة، القائمة من أجل مصر الحقيقة كان فيها تنوع، وتنوع مش على رؤية سياسية موحدة بقدر ما هي تحالف انتخابي، وده كان الجديد إن هو بيلم جميع أطياف القوى السياسية موجودة سواء اليمين أو اليسار أو وسط اليسار أو وسط اليمين أو الوسط. فالحقيقة كان تشكيلة من الأحزاب مع تنسيقية شباب الأحزاب، هذا الكيان الصاعد الواعد اللي هو جواه نفسه تشكيلة من الأحزاب المختلفة، أدى إلى وجود الحقيقة كله ممثل. تحس أنها نتائج القائمة النسبية حصلت في هذه القائمة المغلقة، ولذلك إحنا سعداء بهذه التجربة. أثرت هذه التجربة نجاح كثير من الشخصيات اللي مش على الحزب الأغلبية في الفردي، فبقى هنسمع في هذا البرلمان الحقيقة من تنوعه النوعي وتنوعه السياسي هنسمع أراء كثيرة جدا جدا، ولن يكون هناك الرأي الواحد أو الرأي اليونيك زي ما نسميه اللي هو الرأي السائد. حتى لو كان اعتبرنا أن في بعض الأحزاب بتنتمي للأغلبية، لكن أعتقد الأقلية أو ما يطلق عليه الأقلية اللي هي هتمثل تقريبا 40% من المجلس من أو أحزاب المجلس، أعتقد أنها حتى في تنوعها نسمع أراء كتير. لكن ال 40% اللي حضرتك أشرت إليهم من الطيف اللي قد لا يكون محسوب، وربما حتى يعني حزب الأغلبية المصنف كحزب أغلبية بيتحدث عن 53%، ما دون ال 53% بيصنفوا كأحزاب معارضة. الرؤى خلينا الرؤى لو بعض الأحزاب برضو اللي تحس أنها من أحزاب الأغلبية والمولاة، هتكلم على منتهى الأمانة الشعب الجمهوري حماة وطن. لكن انا حتى لو اشاره حضرتك توقفنا عندها بان 40% تقريبا من تمثيل المقاعد سيكون مرتبط باحزاب معارضه، الاحزاب المعارضه نفسها رؤاها متباينه ومختلفه وليست رؤيه معارضه واحده طبعا. يحمل دلاله ذات اي طابع عند الممارسه. خلينا نتكلم، هنسمع النهارده معايا الوفد، الوفد العريق، حزب عريق، عندنا الاصلاح والتنميه باتجاهاته، عندنا المصري الديمقراطي والديمقراطيه الاجتماعيه، نسمع كمان الجزء كبير جدا من حزب النور نجح 7 في الفردي. الحقيقه التنوع ده هيخلينا نسمع اراء كثيره لان كل الاتجاهات موجوده. كثير من المستقلين لهم ارائهم الخاصه نجحوا في الفردي ونجحوا وكمان موجودين في القائمه. يعني لما تيجي تبص على كل الاحزاب، يعني لو اتكلمنا على هنقول مستقبل وطن حزب الاغلبيه وموجود في الشارع كما يقولون، انا مش بالحزب فما اقدرش احكم، لكن انا شايف يعني بحكم التمثيل الواسع من حقهم ان يستندوا الى هذا بالضبط. نتكلم على الشعب الجمهوري، في كفاءات رائعه كلنا جربناها، وحتى في الشيوخ موجود لها كفاءات، وفي مجلس النواب عاشرنا كفاءات منهم في الشعب الجمهوري. حماة وطن حزب ملتزم منتظم، خلينا نسمي دي كتله الاغلبيه. هنتكلم على كتله الاقليه، مش عايز اسميها معارضه، هو النايب بطبعه معارض، هو بما انه مراقب فهو معارض، وهتلاقيه حتى لو كان من الاغلبيه بيعارض في بعض المواقف السياسيه.
لكن انا اللي انا عايز اقوله ان الاتجاه السياسي بنتكلم على الاصلاح والتنميه، عندنا المصري الديمقراطي، عندنا التجمع، عندنا العدل، عندنا احزاب كثيره نقدر نقول معاها الوفد ومعاها زي ما قلت في كيان جديد صاعد واعد. انا بتامل هذه التجربه الحقيقه تنسيقيه شباب الاحزاب، لان من كل الاحزاب الحقيقه المفروض احنا نتامل هذه التجربه. الشباب ده شباب مدرب مثقف عنده خبره سياسيه وشباب في نفس الوقت. اتوقع ان هذا الكيان والتجديد في الوجوه السياسيه اللي منع التصحر اللي احنا مش عارفين نختار وزير ولا نختار محافظ. لا حضرتك اشرت الى القائمه من البدايه باعتبارها كانت وعاء انتخابي جامع طيف سياسي واسع ومختلف من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، حتى لو كان الاسس الايديولوجيه مختلفه ومتباينه تماما، انعكاسه على طبيعه الممارسه في الداخل. وحضراتكم بمجرد الوصول الى المجلس كاعضاء في القائمه لا رباط مشترك بينكم داخل البرلمان. انا اتمنى يكون في اغلبيه، ومش هنسميها كتله معارضه، هنسميها كتله اقليه، سميها كتله معارضه لو عايز، لو كان بالمفهوم السياسي ده المعارضه، لان مفيش حد بيعارض على طول ولا بيوافق على طول. هي معارضه زي ما بنقول مستنيره جدا، معارضه المفروض بتدي المناصحه والمصارحه للاراء الحكوميه او الاتجاه الحكومي، سواء في بين حكومه او في موازنه او في غيره. فخلينا نتكلم بمنتهى الامانه ان هو اعتقد هذا البرلمان هيكون واضح المعالم، متعدد الاراء حتى في مجال المعارضه، متعدد الاراء حتى في مجال الاغلبيه. فالنهارده لا، هيكون برلمان ثري، لان هو برلمان الحقيقه في النوعيات كمان بنتكلم على لاول مره تمثيل المراه بهذا القدر. صحيح. احنا بنتكلم على 142 كانوا في القائمه، نجحوا ست سيدات في الفردي، وده وفي مناطق يعني بنحييهم عليها. بنتكلم على امبابة، بنتكلم على البحيرة، بنتكلم على الشرقية، ستة نجحوا في الفردي. أعتقد هيزيدوا عن 148، هيزيدوا ويوصلوا إن شاء الله بعد تعيينات السيد الرئيس، هيوصلوا يمكن ل 160 مرأة. يعني بنتكلم على 32-31% من المجلس لأول مرة في الحياة النيابية السياسية في مصر. حضرتك استعملت تعبير المعارضة المستنيرة، ولا أعلم إذا كان التوصيف مرتبط بخصوصية الحالة المصرية ولا هو أصلاً مرعي ومتعرف عليه في تجارب سياسية مختلفة. ما المقصود بالمعارضة المستنيرة؟ لا، هو متعرف عليه سياسياً طبعاً. يعني هو أنا ما أقدرش أعارض على شيء ما يكونش ليا حلول فيه، بمعنى أن هو مع احترامي لكل المعارضة اللي هي كانت بتقول تعارض لأ لمجرد الرفض بدون طرح البدائل الواقعية اللي نقدر ننفذها. ما أنا ممكن أبقى بحلم في الخيال أقول له خلي موازنة الصحة دي 3 أضعاف، طب ما هو يعني في الآخر هي موازنة، هيحصل عجز في الموازنة، هجيبه منين؟ هدبره منين؟ فالموضوع لازم يكون طرح البدائل مهم قوي في مجال هي كلمة مستنيرة مبنية على بناء الواقع وبناء المنفذ اللي تقدر تنفذه، وفي نفس الوقت طرح البديل، عدم الرفض للرفض. الإشارة لفكرة أن الناخبين كانوا حريصين على هذا التمثيل، ولا الناخبين والمصوتين أنفسهم فوجئوا بهذه التركيبة أو الفسيفساء الحزبية، سأتعرف على الرد من حضرتك، لكن بعد أن نتحول إلى هذا الفصل نعود من بعد ذلك لاستكمال هذا النقاش. اهلا بحضراتكم من جديد، ومن جديد ايضا نستكمل نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور ايمن ابو العلا عضو مجلس النواب. دكتور ايمن، توقفنا عندما اذا كان المصوتون راعوا، او المزاج العام للناخب المصري اذا جاز استخدام هذا التوصيف راعى فكره التمثيل الواسع لطيف سياسي مختلف، ولا المصوتون انفسهم ربما يكونوا قد فوجئوا بهذه التشكيله؟ لا ابدا، انا اعتقد ان هي لقت كثير من الاستحسان من كل اتجاهات ان وجود اطياف سياسيه مختلفه في قائمه واحده. كان ممكن الحزب الاغلبيه كان يستاثر بهذه القائمه ونشوف 284 نائب من غير ما ده غير اللي هينجحوا في الفردي في طيف واحد. لكن انا احقاقا للحق بحترم الايثار اللي حصل من الحزب الاغلبيه في هذا التكوين، فاعتقد هذا لقى استحسان من الناس. النجاحات الفرديه الحقيقه نجاحات كانت بدليل ان احنا بنتكلم على 95 مستقل نجحوا، بدليل ان في يعني من الحزب اكتر من حزب الاغلبيه في كتير ما نجحوش في الانتخابات. فلا، الصندوق اعتقد ان هو كل واحد يعني نجح بمجهوده، وخاصه في مجال الريف في الصعيد في بحري في خلافه. هرجع اقول بس هرجع لنقطه، اولا
لازم كلنا نحيي الحقيقه الهيئه العليا للانتخابات، القضاء، وزاره الصحه، وزاره التعليم في توديب الاماكن اللجان، ونحيي بصفه خاصه الشرطه المصريه. يعني الحقيقه استحقاقات من اغسطس شغاله في وسط هذه الجائحه، الغرفه الاولى والغرفه الثانيه، ان هم يتموا بهذا الروعه. بحيي ال 20 مليون مصري اللي نزلوا في اول جوله، وال 15 مليون اللي نزلوا في ثاني جوله. الحقيقه انا فخور بهذه الانتخابات وبهذه التشكيله اللي نتج عنها المجلس. في كل مره بنتعرض للنقاش المرتبط بانتخابات مجلس النواب الاخيره بيتعين طرح مساله الاولويات، كيف ستختلف الاولويات باختلاف المرحله قياسا بالبرلمان السابق ودقه الظروف التي عقد فيها، وقياسا باختلاف الطيف السياسي الممثل تحت القبه. خليني انا مريت بكذا تجربه الحقيقه في المجلس النواب، من اول ما كان مجلس شعب مع الاربع خمس شهور مع البرلمان الاخوان، وكانت مرحله عصيبه جدا وكان ليها تحدياتها الخاصه، والحمد لله ان احنا قدرنا نتخلص منها. هتكلم على البرلمان اللي انا فخور ان اكون جزء منه، اللي هو برلمان 2015. بنتكلم على هذا البرلمان ظلم الحقيقه، هذا البرلمان ظلم، مش ظلم، هقول ان هو ادى واجبه كما ينبغي في مرحله بناء الدوله. ما ننساش الدنيا كانت ايه 2015. هذا البرلمان انجز ما يقرب من 900 قانون، لانه جاي بعد ثورتين ودستور جديد تطبيقه. اللي قالوا ان هما يعني فين الاستجوابات؟ طب ما هو في 10,000 على الاقل، 10,000 اداه رقابيه تمت، بنتكلم على 6,000 طلب احاطه، بنتكلم على 4,000 سؤال للحكومه، 280 طلب مناقشه سياسات، اقتراحات برغبه معدوده. لا، البرلمان، هذا البرلمان، بس هو كان لازم هذا البرلمان الناس تدرك ان هو بيبني مع الاراده السياسيه والاداره السياسيه والجهاز التنفيذي الدوله من جديد. فكان لازم يقف مع بعض المواقف في مرحله الاصلاح الاقتصادي، وراها الحمد لله نجحنا فيها، وراها بناء الانسان، الصحه والتعليم المهمله من سنين وسنوات وسنوات، والشباب والثقافه، كل دي ملفات، والاستثمار، كل ده يعني ماشيين مع الدوله. مش عمليه انا مش ازايد ان انا اكتر من استجواب عشان امشي وزير. حضرتك لو طلبت مني النهارده في وزاره الدكتور مصطفى مدبولي نعمل استجواب لحد في هذه الظروف، لازم هتبص على كل وزير وتقييمه. الموضوع مش موضوع، لكن بتطلب طلب مناقشه، بتطلب سؤال سياسه الحكومه، بتطلب بيان، بتطلب طلبات الاحاطه لتعديل المسار، لكن هي مش عمليه غايه في حد ذاتها. طيب دكتور علي، معلش حضرتك كنت بتستعرض الادوات النيابيه الرقابيه التي تستخدم، واشرت في هذا النقاش الى فكره الدماء الجديده اللي بتضخ في شرايين الحياه النيابيه المصريه. هل لدينا من الكوادر المؤهله لكي تدخل مباشره الى مجلس النواب، تدرك طبيعه الادوات النيابيه التي تستخدم وما يتعين التعامل به في هذه الاسس السياسيه؟ لا ننسى ان على اقل تقدير في ما يقرب على ذاكرتي 176 نائب قديم موجودين في هذا البرلمان يستطيعوا ان ينقلوا. يعني احنا اتعلمنا على ايد ناس كانت قديمه، وبتتعلم بسرعه، بتعلم ادواتك بسرعه، وبيبقى في دورات تدريبيه بيعملها المجلس ما قبل الانعقاد واثناء الانعقاد لتدريب النائب. في مساعدين برلمانيين في الامانه الفنية للمجلس، والحقيقة بنحيي العاملين في المجلس على هذا المجهود اللي بيتم. الدائرة بتمشي بسرعة، ما ننساش ان معظمهم في اطار حزبي او اطار تم التدريب في هذا الاطار. اعتقد ممثل الهيئة البرلمانية بيقوم بهذا الدور في ان هو التوجيه عشان ما يحيدش عن المسار، وفي نفس الوقت يقوم بادواته الرقابية. انا بس هكمل لحضرتك ان احنا بعد مرحلة دي احنا داخلين على مرحلة البناء السياسي. يعني خلصنا بناء الانسان او شغالين، ده مش هيخلص طبعا، بناء الانسان هيفضل لاجيال لان هو اهمل الاجيال، لكن انا بتكلم على بدايات الاصلاح الاقتصادي اللي جنينا ثماره وقت جائحه كورونا، وما حسيناش باي مشاكل حصلت، والحمد لله معدل النمو البلد تكاد تكون من البلاد القليله التي عملت معدل نمو بسبب الاصلاح الاقتصادي، ولولا جائحه كورونا كان المواطن فعلا شعر بالتغيير. عانينا منه، البرلمان ظلم فيه، لكن قام بدوره مع الإدارة السياسية عشان البلد تعدي والبلد تقوم وتبقى دولة أنا بعتبرها جمهورية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فنرجع نتكلم برضو على النهاردة إحنا في مرحلة البناء السياسي. بمعنى
بناء المعارضة جيدا، بناء الرأي الآخر، الاهتمام بملفات تكاد تكون اللي هو العالم بيهاجمنا عشانها ده يا جماعة، هو مش العالم، هو يعني نطاقات داخل العالم. النطاقات داخل العالم يعني، لأن هم الحقيقة التعريفات عندهم مختلفة، الأولويات عندهم مختلفة. ما ننساش أبدا أن احنا لازم نفهمهم كويس جدا أن الاستقرار والأمن المواطن من حقوق الإنسان، ده هو مقدم على كل الحقوق. بالضبط، صحيح. والتنمية، صحيح. دكتور أيمن، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، كان ضيفا معنا لتقديم قراءة في برلمان مصر الذي سينعقد خلال مطلع العام المقبل بإذن الله. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. انتهت هذه الحلقة عند رأس الساعة، نشرة إخبارية مفصلة، على أن يكون لنا لقاء غدا في تمام الثامنة بإذن الله.